الحقيقة أنا سعيد جدا بحضوري هنا في رواق منتدى أبو ظبي للسلم، وفي الحقيقة هو رواق رائع ويستجيب في الحقيقة للأسئلة التي بدأنا نحن نطرحها في سياقنا المعاصر. نحن كمسلمين نتحدث عن السلم في زمن متصادم، في زمن موبوء بالحروب والاقتتالات والصراعات، وما أحوجنا إلى مثل هذا المنتدى وإلى مثل هذه اللقاءات والمحاضرات التي من شأنها أن تؤسس لفكر إيجابي، لفكر مسالم، لفكر مهادن، لفكر ربما يمنح صورة مغايرة إيجابية للإسلام، سواء في الإعلام أو في السياسة أو كذلك للآخر الذي ينظر منذ زمن بتخوف ورهاب إلى الإسلام. لذلك فأحييكم في هذا الرواق، وأحيي كذلك المنتدى على مختلف جهوده القيمة والمتميزة والرائدة في هذا الجانب، التي سوف في الحقيقة تغني المشهد الثقافي والفكري والحواري الإسلامي بصفة عامة.